والبدعة فيها شبهة حق، لأن الأمر إذا كان باطلا من أصله فهو يرد بالاتفاق، لكن قد يكون في الشيء إما من جهة العمليات أو العلميات، يعني من جهة العقائد أو من جهة الأعمال، نوع شبهة أو نوع تعلق بالحق جعلت المبتدع يبتدع هذه البدعة ويفرح بها ويتمسك بها. ولهذا كل أهل البدع متمسكون بالمتشابهات، رافضون ومعرضون أو معرضون عن المحكمات. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضا إن البدع فيها بعض حق وكثير باطل، لذلك ترد. يعني من أخذ بالبدع تمسك بما فيها من نوع الحق. ولهذا صعب أن تجد بدعة لا مستمسك لصاحبها فيها، لهذا يأنس صاحب البدعة بالبدعة لأنه يجد فيها مستمسك، يجد لها لذة كما أو يجد فيها حق، كما قال القوم الذين أنكر عليهم ابن مسعود الذكر الخاص، حيث قال يقول أحدهم سبحوا مئة، هللوا مئة، احمدوا مئة إلى آخره، قالوا له يا أبا عبد الرحمن، لما أنكر عليهم يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، الخير أردنا، يعني ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغه أو لم يحصله.